حياكم الله أعزائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي مراجعة للباب الأول من خلال أسئلة اختبارات الفورمز أو الواجبات الإلكترونية اللي بيعطيكوا إياها. هنا لو لاحظنا الرسم بيقول الدالة FX الممثلة بيانيا في الشكل ذا المجاور بتكون الدالة متزايدة في الفترة. لو لاحظنا فترة التزايد إنه الدالة على طول هنا متزايدة، لأنه كل ما زادت X بيزيد FX، وكذلك هنا متزايدة. إذن هاي الدالة متزايدة في الفترة من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. أنا أخذت هذا محلول، لكن اللي حاله قبلي حاله خطأ. إذن الإجابة الصحيحة من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية، لأنه لاحظ الرسمة متزايدة على طول. اللي بعده بيقول حدد صحة أو خطأ الجملة التالية. يسمى المتغير X في الدالة بالمتغير التابع. لا، X عادة تكون المتغير المستقل، هذا المتغير المستقل، والنتيجة هنا الواي هو المتغير التابع. إذن FX هي المتغير. إذن هاي الجملة خطأ. ليش؟ لأنه X متغير مستقل و FX متغير تابع. إذن هنا إحنا بنقول كان حل هذا السؤال، السؤال الأول اللي حاله قبلي. أنا أخذت ورقة العمل من النت. الأصل هذا خطأ، هي متزايدة من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. ليس هنا الإجابة. إجابة R أو على طول R. ثانية، قلنا X المتغير المستقل و FX المتغير التابع. هو بيقول عن X إنها متغير تابع، هاي خطأ. بيقول حدد إنه صح أو خطأ الجملة في الفقرة التالية. هذا بيجيكوا يعني أسئلة واجبات إلكترونية على الفورمز. الفقرة إذا كانت FX تساوي X تربيع زائد واحد و GX X ناقص واحد، فإن F ناقص G، F ناقص G X تربيع ناقص X واحد ناقص ناقص خمسة بيطلع ستة. إذا الجملة صحيحة. ليش؟ لأنه هاي F X وهاي G X. لما بدخل السالب هذا على G X تصير زي هيك، بجمع الحدود اللي يتجمعوا، X تربيع ما في زيها، سالب X نزلت، زائد واحد زائد خمسة أعطانا ست. لاحظوا الآن بدنا نكتب هاي باستعمال الفترة. عشان نكتب الفترة لاحظوا هنا في مساواة، هذا يجي قوس مغلق، هنا ما في مساواة يجي قوس مفتوح. القوس المفتوح زي هيك والقوس المغلق زي هيك. إذن هاي الجملة صائبة. مجال هاي الدالة، هاي الدالة من النوع الجذرية، عشان أطلع مجالها اللي بداخل الجذر بده يكون أكبر أو يساوي صفر، يعني X ناقص خمسة بدها تكون أكبر أو يساوي صفر. زيد خمسة للطرفين تصير X أكبر أو يساوي خمسة،
يعني المجال من 5 لما لا نهاية، مفتوح دائما عند ما لا نهاية المجال. وطبعا بدنا نختار هذا، احط اوكي. حدد انه الجملة هذه صائبة او خاطئة. هذه عندها اتصال لا نهائي عند الواحد، صحيح، لانه لما بعوض الواحد بتصير 1 على 0، 1 على 0 هذا بيطلع اتصال لا نهائي. اللي بعده يقول اختر الاجابة الصحيحة تمثل هاي اكس اقل او يساوي 5 على خط الاعداد. هيك نرسم خط الأعداد غير منتهي من هنا وغير منتهي من هنا. -5 هي -5، بتكون الدائرة مغلقة لأنه في مساواة، والتظليل يكون على جهة اليسار لأنه أقل أو يساوي. إذن بهذه الطريقة هذا الجواب الصحيح. السؤال اللي بعده بيقول حدد صح أو خطأ الجملة في الفقرة التالية. 2x ناقص y تربيع بالنسبة إلى y، يعني إذا أنا بدي أخلي y بتكون موضوع قانون، طبعا راح انقل الواي تربيع جاي، بتصير واي تربيع تساوي، وانقل 7 عند 2x تساوي 2x ناقص 7، بعديها واي تساوي زائد او ناقص جذر 2x ناقص 7. هذا كلام صحيح. السؤال اللي بعده بده F6، معطينا اف الاكس، بنروح نعوض 6 تربيع 36 زائد 8 بـ6 48 ناقص 24. 48 ناقص 24 فيها 24 زائد 36 بيطلع 60، يعني الجواب الصحيح 60. اختر الإجابة الصحيحة. قيمة العبارة عند -4a، بنروح نعوض بدل اكس، هيا اكس، بنحط -4a. هاي حطينا هنا -4a، وحطينا هنا بدل الاكس الثانية -4a. بنفك الأقواس، -4 تربيع بيطلع 16، والa تربيع 2 في -4a -8a، وهي بظل -3. إذن الإجابة الصحيحة اللي هي هذه. حل المعادلة بالنسبة للمتغير y، يعني كأنه خلي y هي موضوع القانون، ننقل الناقص 3x عند 2، فبتصير y تساوي 2 زائد 3x، أو نقدر نقول y تساوي 3x زائد 2، نفس الشيء. ننقل أو بنضيف 3x للطرفين. اختر الجواب الصحيح. الدالة هذه تمثل دالة دالة عكسية، لا هاي اسمها دالة المقلوب. الواحد على اكس، اختر صواب او خطأ العبارة. التمثيل البياني ادنى يمثل دالة لها دالة لها دالة عكسية، صحيح، نعم الدالة لها دالة عكسية، كلام صحيح، صواب. الدالة العكسية هنا راح تكون غير موجودة. ليش غير موجودة؟ إذا شفت إكس تربيع ما في إلها دالة عكسية، لأنه أنت لما بتحط بدل إف إكس بتحط إكس يساوي
هنا بتصير واي تربيع زائد 7، بعدها تنقل 7 بتصير اكس ناقص 7 تساوي واي تربيع، بعدها واي يساوي زائد ناقص، هاي صار عندك صورتين لاكس ناقص 7، فهذه ما إلها دالة عكسية، إذن هي الجملة صواب، لأنه هو يقول لك غير موجودة الدالة العكسية، فصارت صواب. هنا بده F inverse للX، طريقة كالتالي، بنحط بدل FX نحط X تساوي 16 زائد واي تكعيب، واي اللي هو الاف انفرس، تمام؟ ننقل 16 تصير اكس ناقص 16 تساوي واي تكعيب، بدي واي لحالها اللي هو الدالة العكسية يساوي الجذر التكعيبي، بدل الجذر التكعيبي لاكس ناقص 16، يعني الجذر التكعيبي لاكس ناقص 16. اختر صح الجملة التالية، الدالة العكسية جي اكس الممثلة بيانيا في الشكل A هي جي انفرس للاكس، طبعا يعني لو مثلناهم اثنين زي هيك زي ما هي ممثلة هاي بنلاقيهم متماثلين حول المحور y يساوي x، إذن هاي الجملة صواب. تمثيل البياني، دالة متباينة، تمثيل البياني الذي يمثل دالة متباينة، طبعا دالة متباينة بنأخذها من الخط الأفقي، لاحظوا هذا قطع بنقطتين الخط الأفقي، هنا ما راح نلاقي خط أفقي يقطع بنقطتين، إذن هاي الدالة المتباينة، هنا لاحظوا الخط الأفقي قطع الدالة بنقطتين، هنا الخط الأفقي قطع الدالة بنقطتين، إذن بحدد إنها متباينة أو لا الخط الأفقي، خط الرأسي بيحدد إنها دالة أو لا. إذا كانت جي إكس زي هيك وإف إكس واحد على إكس، فإن إف بعد جي للإكس يساوي جذر إكس تربيع ناقص واحد على إكس تربيع ناقص واحد، هل هذه صواب أم لا؟ طبعا إف بعد جي للإكس هي إف لجي الاكس، يعني بدل الاكس اللي عند اف بنحط جي الاكس، فبصير زيك واحد على جذر اكس تربيع ناقص واحد. طيب هاي نقدر نضرب البسط والمقام جذر اكس تربيع ناقص واحد، فبصير زي هيك، اذا الجملة صائبة. دالة F X التي لا تحقق شرط F بعد F للX يساوي X، يعني لو حطينا F بعد X لل F بعد F للX، خلينا نشوف هنا لو حطينا X مكان X بتظل زي ما هي، هنا هاي اللي ما بتزبط، لكن تصير جذر جذر X هذه ما بتزبط، هنا واحد على واحد على X هاي بتساوي X، هنا واحد ناقص واحد ناقص X بتصفي عندي X، إذن الدالة اللي ما بتحقق هذا الشرط هي الأولى. استعمال التمثيل البياني، الجي هي الحمراء والاف اللي هي الزرقاء،
بده اف ناقص جي الاثنين، هاي بتساوي اف اثنين ناقص جي اثنين. طيب كيف نطلع اف اثنين وكيف نطلع جي اثنين؟ وين اثنين؟ هذا مقسم هنا، اي اثنين هنا، الاف لها اثنين ناقص الجي الاثنين سالب واحد، هاي مقسمات وحدات الواي، فبتصفي كلها ثلاث، إذن الجملة صحيحة. حدد صحة أو خطأ الفقرة التالية: منحنى الدالة الرئيسية الأم جذر الإكس في الرسم أدناه متناقص، لا هذا متزايد، إذن الجملة خطأ. القيمة المطلقة متماثل حول نقطة الأصل، خطأ، تماثل حول واي. ليش؟ لأنه لما أجي أرسمها تجي رسمتها زي هيك، القيمة المطلقة تماثل حول محور واي. مجال الدالة الرئيسية الأم R ما عدا الصفر، لأنه ممنوع القسمة على صفر. عندك F وG، بده F زائد G، طبعا خطأ لأنه F كثير حدود وG جذرية، فبتصير زي هيك F زائد G، إكس تربيع زائد أربعة هاي إف وزائد جي، بس زي هيك، ما بتقدر تساويها زي هيك، إذا هاي الجملة خاطئة. بالنسبة لكثيرات الحدود بنكملها في فيديو ثاني إن شاء الله تعالى. يعني حبينا إحنا بنحل الوحدة الأولى. طيب متوسط معدل التغير، هنا وحدة أولى، في الفترة من 20 إلى 30 يساوي، طبعا بيساوي F 30 ناقص F 20 على 30 ناقص 20. كيف نطلع F 30؟ نجي هنا على 30 نطلع لين هنا بنلاقيها 80، F 20 هاي 20 نطلع لين هنا بنلاقيها 70، فبنعوض وتطلع عندي متوسط معدل التغير 1. أقول إنه في قيمة عظمى محلية عند الثلاث، لا أي ما إلها قيمة عظمى محلية نهائيا. نفس الشيء متوسط معدل التغير، بدك تعوض F 2 ناقص اف الواحد على اثنين ناقص واحد، اف اثنين بنعوضها هنا، اثنين تربيع ناقص اثنين، اربعة ناقص اثنين اثنين زائد اثنين تسعة بيطلع تسعة، ناقص اف الواحد واحد ناقص واحد صفر زائد سبعة بسبعة على اثنين ناقص واحد بصفي واحد، فبتصفي كلها تسعة ناقص سبعة اثنين على، اذا متوسط التغير هو يقول سالب اثنين، لا الصح اثنين. قيمة صغرى محلية هي صغرى مطلقة عند الثلاث مش عند السالب أربعة، إذا خطأ. كيف صواب؟ هنا السؤال يقول باستعمال التمثيل البياني للدالة أدناه، هذا هو، يكون للدالة قيمة صغرى، هي صغرى مطلقة عندها، ويسأل عن إكس ما يسأل عن قيمة، عند إكس يساوي 3 وهي سالب 4. القيمة الصغرى المطلقة قيمتها سالب 4
بس ما هو يقول عنده سالب أربعة، يس سالب أربعة ما عنده شيء، إذن جملة خطأ وليست صواب. وأنا ما حليت، إن هذا مو حلي القديم، هذا لقيتها بالنت. جزاه الله خير اللي حل اجتهد يعني، بس ممكن يخطي الإنسان. اختر صواب أو خطأ العبارة التالية: كثيرة الحدود هاي متزايدة على مجالها، هاي الميل إلها سالب، وبالتالي راح يكون رسمتها تقطع محور واي عند الثلاث، راح تكون رسمتها بهذا الشكل. لو رسمناها حطينا قيم الاكس والواي راح تكون متناقصة على مجالها، إذا الجملة خطأ، هو بيقول عنها متزايدة. يلا هنا: دالة الممثلة بيانيا لها قيمة صغرى محلية عند النقطة، الآن يسأل عن نقطة اكس وواي، صغرى محلية هنا، هاي الصغرى المحلية عند النقطة واحد وسالب اثنين. دالة الممثلة بيانيا متناقصة، لاحظوا هنا متزايدة، وهنا متزايدة، يعني كل ما زادت قيمة x بيزيد قيمة fx، إذن هاي تعتبر متزايدة في الفترة من سالب ما لا نهاية للصفر، ثم تبدأ بتزايد ثاني من صفر لما لا نهاية. لاحظوا هنا بتدل ليميت لما اكس تروح للموجب وسالب ما لا نهاية، بنروح نشوف درجة البسط درجة المقام، درجة البسط تساوي درجة المقام، اذا الليميت راح تكون معامل اللي هنا على المعامل اللي هنا، الجواب 3/2، هو بيقول عنه ما لا نهاية غلط، اذا الجواب 3/2. استعمال التمثيل البياني: إذا باستعمال التمثيل البياني بيكون الجواب صح، بس جبريا أنا إذا بدي أحسب الليمت هنا بيطلع 3/2، شكل الرسم خطأ، هذا الرسم خطأ. إذا بدي أستعمل التمثيل البياني لما x رايح للما لا نهاية، fx رايح للما لا نهاية، x رايح للسالب ما لا نهاية، fx رايح للسالب ما لا نهاية، هذا السؤال فيه مشكلة. هذا لما اكس تروح للما لا نهاية، اف اكس وين رايحة؟ للما لا نهاية، الجواب صحيح. بيقول هنا في أصفار حقيقية للعددين سالب، لو عوضنا سالب اثنين وسالب واحد في الفترة من سالب ثلاث لثلاث، هل هذا الجواب صح أم خطأ؟ الدالة إكس تربيع دائما موجبة، فما راح يكون فيه أصفار إلا عند الصفر، إلا عند الصفر بس. ويقول للدالة أصفار حقيقية بين العددين سالب اثنين وسالب واحد غير صحيح، لأنه إف السالب اثنين بيطلع موجب وإف السالب واحد يطلع موجب، فما بي أصفار حقيقية بينهم، إذا هاي الجملة
خطأ. نفس الاشي هنا، بدك تشوف مين اللي الاف الها موجب، يعني عوضنا الستة بالدالة، طلع هنا جذر الثلاثين ناقص ستة بيطلع سالب، وهذه بيطلع موجب الاف الها. اذا هذا الجواب، هذا موجود باوراق المراجعة اللي راجعتكم فيها. هل هذه متصلة عند الثمانية؟ نعم متصلة، لأنه ثمانية زائد خمسة 13، الجذر معرف. هل هذه متصلة عند الثلاث؟ بنشوف يمين الثلاث، عوض ثلاثة تربيع 9 زائد 1 10، يمين الثلاث أعطاني 10. يسار الثلاث ام في ثلاث، ثلاثة ام ناقص 2، بنساوي الثلاثة ام من اليسار ناقص 2 باليمين اللي هو 10، انقل 2 بتصير ثلاثة ام تساوي 12، اقسم على 3 ام تساوي 4، لأنه يقول لك هو بده قيمة ام اللي بتخلي الدالة متصلة. عشان الدالة تكون متصلة بده يكون الليمت من اليمين عند الأكبر، هذا اليمين بنعوضها هون، الليمت من اليمين تساوي الليمت من اليسار، نعوض الثلاثة هون، فنسويهم بعض نحل المعادلة، بتطلع الام بتساوي 4. هو يقول هي 4 معطيني اياها، اذا الجواب صواب. طبعا هنا اما نروح نسوي جدول عشان نشوف، او نفحص احنا اف السالب 2 قديش، سالب 2 تكعيب سالب 8 زائد 2 سالب 6 اف، طيب اف السالب 1، سالب 1 تكعيب سالب 1 زائد 2 1، شو بنلاحظ؟ نلاحظ هذا سالب وهذا موجب، إذا بينهم صفر، إذا هذا الجواب. لما يكون عددين متتاليين، واحد الإف له سالب، واحد موجب، يكون بينهم صفر للدالة. إكس أكبر من خمسة، من خمسة للما لا نهاية، أو يعني اتحاد. إكس أقل أو يساوي سالب واحد، من سالب ما لا نهاية إلى سالب واحد، الجواب صحيح. نعم صحيح. يقول هنا العبارة الآتية صائبة أم خاطئة في العلاقة واي تمثل دالة؟ أكيد تمثل دالة، لأنه لما نأخذ خطوط رأسية ما بنلاقيها تقطع الدالة في نقطتين. أي الدوالة التالية فيها عدم اتصال لا نهائي عند سي؟ هاي عدم اتصال لا نهائي عند سي، لأنه رايح ما لا نهاية، رايح سالب من نهاية، بينما هذا قفزي في عندي قفزة، وهذا نقطي أو قابل للإزالة. هذا نقطي وهذا قابل للإزالة. شوفوا هنا المدى، المدى بنطلعه من محور واي، أصغر إشي بمحور واي هنا مفتوحة عند السالب 6 وطالع، ما شاء الله. خلص ما في داعي يشوف الرسمات هذول، لأنه هذا شملهم كله. إذن المدى من سالب 6 إلى المالا نهاية مش للأربعة، غلط.
خطأ. سالب 6 للما لا نهاية. أي الدوالة الآتية زوجية؟ هاي فردي، فردي، هاي فردية. فردي زوجي، لا فردية ولا زوجية. فردي هاي فردية، زوجي زوجي، إذن هاي هي الزوجية. ممكن تحقق جبريا أنه إف السالب إكس يساوي إف الإكس. نشوف هذا عشان إننا نصلحه ونسويه حل الستة صح أو لا. نروح نحلل اللي فوق، إكس ناقص 3 في إكس زائد 3 اللي هي إكس تربيع ناقص 9 على إكس ناقص 3. هاي معاي بتروح يظل إكس زائد 3، زود 3 زائد 3 6 صحيح. إذن هاي الجملة صحيحة. دالة فردية هاي؟ نعم، لأنها متماثلة حول ما نقطة الأصل. كفي هيك، يعطيكم العافية، في تسجيل آخر إن شاء الله.